تابعونا الليلة في حوار لندن على قناة الحوار الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سنتناول في حلقة الليلة ما بعد احتفال الصهاينة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ماذا يعني ذلك وماذا ينبغي أن يفعل من بعد. ثم سنتحدث عن موسم الانتخابات الذي بدأ بانتخابات تونس البلدية، فانتخابات لبنان البرلمانية، ثم انتخابات ماليزيا البرلمانية، فانتخابات العراق البرلمانية، ونختم بالحديث عن اعتذار الحكومة البريطانية بشكل رسمي للناشط الليبي عبد الحكيم بلحاج ولزوجته بسبب ما فعله عملاء المخابرات البريطانية بالتعاون مع CIA ونظام القذافي، ونال ما نال هذين الشخصين من عنت ومن تعذيب. سيكون معي أنس التكريتي وفراس أبو هلال وطارق أنعمات. نراكم بخير.